لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثالث بعد المئة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نعود إلى درسنا السابق، أوضح للإخوة الذين يسألون ولغيرهم أن القائمين على أمر المسجد يبدو أنهم لم يلتفتوا إلى فحص اتجاه القبلة إلى الآن. بعض الإخوة من أعضاء لجنة مسجد مصعب الذين يهتمون ببناء المساجد منذ حين يدققون عندما يبنون أي مسجد، يدققون في اتجاه القبلة عند بناء المسجد، فدققوا جزاهم الله خيرا، وإذا بانفراد يقع في هذا المسجد. لاحظنا أننا من أفران الشافعي الذي يقرأ المسجد الحرام به إلى عين المسجد الحرام، وأخذنا الجذر إلى عين القبلة، فإن اتجاه الجدار يكاد يكون معاكسا للقبلة. نعم، ولكن السادة الأحناف فهموا كلمة شطر في قوله تعالى: فحيثما كنتم فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد. والجهة عندئذ الجانب كله، ما دام الإنسان ينظر شطر الكعبة ويعلم أن زاوية النظر التي تتكون من خطين ينطلقان من العين باتساع، الكعبة تدخل ضمن هذه الزاوية ضمن هذين الخطين، فالصلاة صحيحة. نحن قومنا اتجاه هذا المسجد بطريقة وسطى بين التدقيق الذي يراه الإمام الشافعي وبين التسهيل الذي يراه الإمام أبو حنيفة. هكذا قلت للإخوة الذين فحصوا ودرسوا الوضع، كانت النتيجة هذا التقويم الذي رأينا. بعض الإخوة يقولون الصفوف الخلفية وقع فيها اضطراب، هذا الاضطراب لأول مرة، لأن الإخوة جاءوا فوجئوا بالأمر، ولكن بعد اليوم ما أظن أنه سيقع اضطراب، سنجعل من الصف الأول مقتدانا، الصف الثاني، الثالث، الرابع، وهكذا تكون كلها موازية للصف الذي قبله، والمطلوب منا أن نتنبه إلى الأمر. غاية ما هنالك أننا بهذا أهدرنا مقدارا كبيرا من المسجد، ولا نستطيع أن نستفيد منه عند القيام إلى الصلاة جماعة، وهذه ضرورة لا مناص منها. نعم، ويبدو أن كثيرا من مساجد البلدة التي كانت تبنى سابقا لم يكن القائمون عليها يعنون بالتدقيق باتجاه القبلة، وهذا يعني أمر يقتضي المبادرة والتدارك. مثلا جامع الميلوي قريب منا، ممكن أن يكون الوضع نفسه تماما. نعم، كأن الذين أقاموا المسجد جعلوا مقياسها في الاتجاه إلى القبلة الشارع، ويتجهون إلى الشارع اتجاها سليما، وهذا طبعا ليس مقياسا. نعود إلى الحديث الذي كنا نشرحه في درسنا الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالآمال سبعة، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو هرما مفندا أو مرضا مفسدا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب منتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن. شرحنا جزءا من هذا الحديث بالأمس، ووقفنا مليا عند كلمة بادر، فسرنا معنى المبادرة أي المسارعة، وقلنا إن كلمة المبادرة على وزن المفاعلة تعني مسابقة شيء ما. فما هو الشيء ما الذي يجب على الإنسان أن يسابقه؟ هو هذه الأمور السبعة التي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. وعندما فسرنا معنى المبادرة أظن أننا جميعا عرفنا الفرق بين المبادرة إلى الشيء يعني المسارعة، وبين التشدد في تحمل الشيء، الكبير بينهما. فإذا قال لنا الله عز وجل: سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وإذا قال: فاستبقوا الخيرات، فالحديث هنا ليس عن التشدد أو عدم التشدد، وإنما الحديث عن أن الإنسان إذا لاحت له بارقة الخير ووجد فرصة أمامه في النهوض بها، فليستعجل في النهوض بهذا الخير والقيام به، فإنه لا يدري هل ستبقى له الفرصة إلى الغد أم تفوته. أما التشدد في شيء آخر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فعلا حذر من التشدد وقال: إن هذا الدين متينا فأوغر فيه برفق، فإن المنبت لا ظهرا قطع ولا أرضا أبقى. والحديث فيه مقال، هذا لا علاقة له بالمبادرة أو عدم المبادرة. وجدت نفسك متهيئا للقيام من جوف الليل لتصلي بضع ركعات تتهجد بهن لله عز وجل، هذه فرصة سنحت، إذا فانتهزها ولا تفوتها، فلعلك لم تنالها بعد اليوم. أما أن نسأل كم يصلي، ممكن نقول يصلي ركعتين، صل جهد استطاعتك ولا تحمل نفسك عنة. فما في تعارض بين قوله عليه الصلاة والسلام بادر، وبين نهيه صلى الله عليه وسلم الناس عن التشدد. صحيح ما عن التشدد، عندما سمع أن فئة من الناس تعاهدوا على أعمال مجهدة من الطاعات، أحدهم عاهد نفسه أن يصوم الدهر ولا يفطر، والآخر عاهد نفسه أن يصلي الليل كله ولا يرقد، والثالث عاهد نفسه أن لا يتزوج النساء. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فغضب، وجمع الناس في المسجد وخطبهم قائلا: إني أخشاكم لله عز وجل، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن حاد عن سنتي أو نحو من ذلك نعم فليس مني. لكن هل هذا يعني أن لا نبادر
إلى العمل الذي بوسعنا أن نقوم به، هذا شيء آخر. نعم، شرحنا من هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطويا أو مرضا مفسدا أو هرما مفيدا؟ بعد أن أوضحنا أن العمر عبارة عن فرص، وليس العمر عبارة عن قانون من الراحة مستمر، ليس العمر عبارة عن قانون من الهدوء والعافية يدوم للإنسان ويمسك أن يمسك بزمان هذه النعم حتى لا تفلت منه، لا، العمر فرص. نعم، والليالي كما قالوا حفلة لا تعلم متى تلد وماذا تلد ومتى وفي أي وقت. والشاعر يقول: إذا هبت رياح فقدت منها. فإن الإنسان إذا وجد أمامه الفرصة، نظرا إلى أنه لا يعلم الغيب، ونظرا إلى أن الله عز وجل قد كشف لنا جوانب كثيرة عن سننه الكونية، وأوضح أن الإنسان معرض لابتلاءات كثيرة، إذا فينبغي أن ينتهز هذه الفرص، وأن لا يرخي الزمام لنفسه، وأن لا يركن إلى دعه أو تواكل أو تسويف وتأجيل. وأوضحنا أن الإنسان إن وجد نفسه في ساعة من الساعات أو في بعض أيام عمره مهيئا للقيام بكثير من الواجبات التي كلفه الله عز وجل بها، فليعلم أن هذه الفرصة ربما فاتته، بأن يكون في حالة من العافية والصحة يفاجأ بمرض، أو يكون في حالة من رغد العيش وبطبوحة يفاجأ بفقر منزل كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون في بطبوحة من العيش معقولة له رزق كفاف كما أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبلق إليه المال الكثير الذي يطغيه، كلها فرص فاتته. ووصلنا من هذا الذي يلفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إلى قوله: أو موتا مجهزا، ماذا تنتظرون وأنتم تسندون ظهوركم إلى جدر من البعث والكسل؟ ماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون فرصة ذهبية أكثر مما تتمتعون به؟ إنكم لن تنتظروا، كأن واقع هذا الإنسان يقول، لسان حاله وهو يرى الفرص تمر من أمامه ولا ينتهي بها، كأنه ينتظر زوالها. ولذلك يقول له رسول الله: ماذا تنتظر؟ إنك لن تنتظر إلا فقرا منسيا أو غنى مطويا أو مرضا مفسدا أو هرما مفردا، يعني يجعلك في حالة من التخليط والتشويش، فلا تستطيع أن تفرق عندئذ بين حق وباطل، أو موتا مجهزا إن لم تقع في طائلة هذا ولا هذا ولا ذاك، فما أدراك أن الموت ينتظرك؟ وهل أخذت عهدة من الدهر أن تعيش سنة أخرى؟ لا، بل هل أخذت ضمانة من الدهر أن تعيش شهرا، بل أن تعيش أسبوعا، بل أن تعيش يوما من وراء اللحظة التي أنت فيها؟ أنت لا تضمن
أن تعيش الدقيقة التي تمر اللحظة التي تمر بها. والإنسان كل إنسان موته يكمن خلف أذنه، إن كان شابا أو كهلا أو شيخا أو طفلا أو يافعا. ولأمر ما ولحكمة ظاهرة أخفى الله عز وجل عن عباده ميقات الموت حتى يستغلهم بذلك لمعنى من معاني عبوديتهم لله سبحانه وتعالى، وحتى ينتهز الفرص أينما لاحت، ولا يعتمد على دعة أو زمن يتصورون أنهم يملكونه وأن أعمارهم ستمتد إليه. ومعنى كلمة مجهزا موت مجهز، أي موت سريع، أي كلمة مجهز بمعنى مزفف منهم. الموت ينهي كل إمكاناتك وينهي كل قدراتك ويقضي كل ما تتمتع به، فتنفض يدك من هذه الحياة مفدا. هذا معنى كلمة مجهزة. هل تنتظر إلا كذا أو كذا أو كذا، أو موتا مجهزا. كثيرون هم الذين يتأملون من العمر اعتمادا على المرحلة التي يعيشونها، فإذا رأى أحدهم أنه يعيش مرحلة الشباب اطمأن إلى أن نصيبه من الحياة لا يزال يثيرا، وإذا رأى أنه ولله الحمد لا يزال في مرحلة الكهولة قال هو الآخر في نفسه نصيبي من الحياة طويلا بعد إجمالا، وهكذا. فإذا رأى هذا الإنسان أن الشيخوخة قد دلفت إليه وأن الأمراض تناوشته، ربما عندئذ يفكر بالموت ويتصوره ويحاول أن ينتهز الفرص ربما. ولكن هذا الانتهاز لا يسمى انتهازا حقيقيا في ميزان الله عز وجل، وبمقدار ما يكون عمل الإنسان مندفقا من شعور العبودية لله بمقدار ما يكون هذا العمل مقبولا، وبمقدار ما يكون عمل الإنسان عبارة عن اندفاع طبيعي من الإنسان إليه بمقدار أن الله لا ينظر إليه. فأنا عندما أجد نفسي وقد دنوت إلى الموت بطبيعة الحال وبدون أمر من الله عز وجل ولا نهي، تزول تعلقاتي بالدنيا، وبدون أمر من الله ولا نهي غرائزي النفسية وطموحاتي البشرية تذوب وتذوب، حتى لو أن الله عز وجل أباح لي ذلك أجد نفسي مدبرا غير مقبل. فما فائدة أن أنتهز فرصة أن نفسي ركضت وهدأ دموعها وطولت رؤونتها أقبل بعد ذلك إلى الله عز وجل؟ أي فضل لي في ذلك؟ وأي برهان قدمت على عبودية لله عز وجل في ذلك؟ ولكن انظر إلى العكس، عندما تكون شابا يافعا غرائزك متأججة ومطامعك البشرية متوكدة وشعواتك تغلي بين جوانبك، مقبل على الدنيا، حديث عاد بالتمتع بملاذها، ولكنك قد عدت إلى نفسك وتعرفت على هويتك، ومن خلال ذلك عرفت ربك فأحببته وطاب قلبك خشية منه
وإجلالا له، ورأيت أن حبك لله عز وجل وتعظيمك لله سبحانه وتعالى هذه المشاعر التي تسبك إلى رحاب الله عز وجل تغالب شهوات نفسك، تغالب رغبات غريزتك، تغالب أجيج شهواتك، فلا تبالي بذلك كله وتصبر وتصابر على الشدة وتتجه إلى الله قائلا لبيك اللهم لبيك، إن من صياع إلى لأمرك أحب إلي من صياع لشهواتي، وإن معانقتي لحكمك استجابة لأمرك فيه من النشوة الراضية أكثر بكثير من نشوة من صياع إلى شهواتي وأهوائي. انظر إلى هذه الحالة، هي التي تكشف عن حقيقة عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. ومهما قال قائل لهذا الشاب، لماذا تستعجل في السير على طريق التدين وأمامك عمر طويل، غدا تتوب، غدا تعود إلى الله عز وجل، لكن انتهت فرصة الحياة. مهما قال له قائل هذا الكلام لا يسمع ولا يلتفت إليه. لماذا؟ أولا لأن معرفته لله غرست في قلبه حبا عظيما له، وإذا عرف الإنسان ربه أحبه، ثم إن معرفته لله غرست إجلالا عظيما في قلبه له، وإذا عرف الإنسان ربه خافه وعظمه. عندما يقود قلبه بهذين الشعورين الحب والإجلال لله سبحانه وتعالى، فهيهات هيهات أن يعرض عن أمر الله عز وجل الذي يسده إليه ويتجه إلى شهواته وأهوائه وغرائزه فيتقلب فيها، يحجبه عن ذلك خجله من الله، يرده عن ذلك حبه لله، يرده عن ذلك إجلاله وتعظيمه لله، ثم يرده عن ذلك كله أنه لا يعلم هل سيكتب له من العمر القدر الذي يوصل إليه به شياطين الإنس والجن، صحيح؟ أم إن حتفه ينتظره الليلة في جمح الظلام؟ لا يعلم. وكم من شاب كان معنا في هذا المسجد ثم افتقدناه بعد يوم أو أيام، فقيل لنا إنه كان على موعد مع الحتف الذي كان ينتظره، كان على موعد مع الأجر المحتوم. لا، من ذا الذي يستطيع أن يجعل من طفولته دليلا على أن أمامه رأس مال يثير من الحياة؟ من الذي يستطيع من شبابه على أن بقية عمره أطول من العمر الذي مضى وانقضى من حياته؟ من هذا؟ إذا ما معنى أن الله سبحانه وتعالى طوى عن عباده الآزار؟ ما معنى ذلك؟ وأن هذا من قول رسول الله هل تنتظرون إلا موتا مجهزا؟ نعم. ولذلك لا أنسى لما زارني شاب في هذه البلدة كان منحرفا منحرف العقيدة والسلوك، كان ممن يتبنى العقيدة المادية الجدلية الماركسية، ثم إن الله عز وجل هداه إلى الحق معرفة وسلوكا، تحرر عن أغلال التبعيات وفكر
وسرعان ما عرف الحق فاصطدق به يقينا ثم اتجه اليه سلوكا. جاء من يستشيرني يقول لي ان اصدقائي وزملائي ورفاقي القدامى ارسلوا الي يطلبون مني ان التقي معهم ليناقشوني في عقيدتي وايماني بالله عز وجل، فهل اذهب؟ قلت له ايمانك بالله عز وجل هل جاء تقليدا وعقلا ام عن يقين استقر في عقلك وفؤادك؟ قبل عن يقينا علميا وعن تفكر وقرار. قلت اذا فما يمنعك من ان تلقاهم وان تلقى الدنيا كلها؟ ما يمنعك، القهم واسمع منهم وجادلهم كما قال الله عز وجل بالتي هي احسن. فما الشرط؟ وعاد الي بعد ايام فقال لي لقد ذهبت لاحدقوا بي وناقشوني وناقشتهم، وبعد قليل انتهى ما في زعزة كل منهم من كلام، ولم يبق لدى واحد منهم اي حجة، ولكن كانت بينهم فتاة. قال جاء دور الفتاة لتناقشني بطريقتها وبحجتها الفريدة. قالت لي ولكن ألا ترى أن المشيخة لها وقت فيما بعد وأنك استعجلت كثير، أليس من الخير أن تمتع نفسك بالحياة ومباهجها وبعد ذلك يمكن فيما بعد أن تتخذ لنفسك القرار الذي تريد تجمع بين هذا وذاك؟ نعم، هذا هو محل الشاهد. قلت فماذا كان جوابه؟ واقع كل تلك الحجج ايها الاخوه الداحضه في هذا العصر لا يمكن ان تجد انسانا يتبنى عقيده غريبه عن دين الله عز وجل وتجده غنيا بحجة علمية، مستحيل. أفقر الناس بالحجج العلمية هم أفقر الناس تمسكا بالعقيدة الإيمانية بالله عز وجل، حقيقة لا ملة فيها ولا جدل. لكن الامتحان الصعب جدا للشاب الذي آمن بالله ليس هو المناقشة العلمية، العكس تماما. الامتحان الصعب هذا الامتحان الثاني، ان يوضع امام الشاب ما يحدثه غرائزيا ويفر منه فكريا، وتلك هي محنة الانسان في هذا العصر. المحنة الكبرى ان يجد هذا الشاب المؤمن المتجه الى ربه عز وجل ان يجد امامه من يضع الشباك لا في طريق عقله وفكره، ليس ان الامر كان كذلك، لا، بل المهمه هي ان يضع الشراك في طريق غرائزه ليستثير غرائزه وليستثير حيوانيته لعله ينسى عقله فيهبط الى الدون بدلا من ان يصعد الى الاعلى. والمقياس هذا هو هذا الكلام. عندما فرغت بعضة هؤلاء المناقشين من الحجة وأقفرت عقولهم وافتقرت ألسنتهم وظهر ان الحق انما هو ذاك الذي يخضع لدين الله عز وجل،
جاء وقت الحجة الأخرى، حجة استسارة الغريزة. قالت له الفتاة هذا الكلام: شاب وسيم مثلك، ألا ترى أن الأولى له أن يستمتع بالحياة ومباهجها؟ المشرقة لها وقت لاحق فيما بعد. قال لها هذا الشاب: لقد عرفت الله عز وجل، وأنا نادم على كل لحظة من لحظات حياتي. لو استطعت أن أستعيد أيامي الخوالي لاستعدتها لأكفر عنها ولأغسلها بقهور دموعي. أترك بقية أيامي وأنا لا أعلم كم هي في سبيل غرائزي وشهواتي؟ هذا هو المنطق الذي يلفت نظرنا، يلفت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظارنا إليه. يغني من العمر. أنا أتمنى أن أستطيع أن أعود إلى الماضي الأسود الذي كنت أتفوح فيه يمينا وشمالا بعيدا عن عقلي ورشدي، لأنظفه لأطهره. أعمد إلى أيامي الآتية وقد عرفت الله ليعرض عنه؟ أذكر في بلد من البلاد، في ندوة من الندوات، التقيت فيها بعالم بريطاني مسلم، وأظن أنه لا يزال حيا، اسمه داود كاين. ألقى محاضرة وقال في آخر هذه المحاضرة كلمات أعتقد أنها لم تؤثر في فقط بل أثرت في كل من سمع. قال: اليوم أنظر إلى عمري وقد أشرفت على 70، أبكي وأتألم على شبابي الذي أمضيته وطويته شاردا بعيدا عن هذا الدين العظيم. أبكي على عمري الذي استدبرته دون أن أعرف هذا الإله العظيم، ودون أن أسعد رأسي بالسجود له. ولو استطعت أن أستعيد عمري كله لأعود حياة جديدة من أولها لتوجها بتاج الإيمان بالله لفعلت. هذا شأن كل إنسان، اللهم شأن كل إنسان تربعت العقيدة الإيمانية على قلبه، لا بشكل تقليدي بل بيقينا حيا نابر. نعم، هل تنتظرون إلا موتا مجهزا؟ هذه الكلمة يفقهها الشاب كما يفقهها الطفل، كما يفقهها الكاهن، كما يفقهها الشيء على مستوى واحد، لأن قرار الله لا يفرق بين واحد من هؤلاء قط. وإني لأذكر شابا كان يخشى هذه الدروس، دروسنا هذه هداه الله سبحانه وتعالى بعد شروط. وسمعت بعد حين، سألت عنه لم أره، قيل لي لقد توفي. كيف هكذا؟ كان يركب دراجة من مكان إلى مكان في نطاق عمله، وقع وخر سريعا ومات. لم يمرض، لم تأتيه حادثة تنذره، لم يشعر بشيء، تخطفه الموت على حين ذره. وليس محل الشاهد هنا، إنما محل الشاهد أنه لما حمل إلى داره نظروا فوجدوا في جيبه ورقة مطوية مع محفظته وأوراقه الخاصة. فتحوا هذه الورقة المطوية وإذا هي وصية، إذا هي وصية
لأبويه لإخوته يتحدث عن نعمة الله عليه تتعرفه على ذاته، يتحدث عن نعمة الله عز وجل عليه إذ أذاقه طعم معرفته، ويدعو أبويه وإخوته إلى أن ينهلوا من المنهل الذي عرف في يداه، ويحذرهم من الاغترار بهذه الحياة وأن لا يتعشقوها ويركنوا إليها. انظروا أيها الإخوة، ما الذي حمل هذا الإنسان إلى أن يكتب هذه الوصية؟ لا مرض يطرق بابه، لا شيخوخة تنذره، ليست هنالك مخاوف تطوف به، بل كل شيء في حياته بحسب الظاهر ربما ينبئه أن له من العمر مسافة طويلة بعد، لكنه كان مشبعا بهذا المعنى الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، إلى أن قال: أو موتا مجهدا. كان يعلم هذا المعنى، ولذلك كان يغدو ويروح وشبح الموت أمامه، ولم يكن شبح الموت هذا ليجعله شقيا، ليجعله يتصور أنه عما قليل سينتهي، كما يتصور أولئك الذين لم يعرفوا أنفسهم ومن ثم لم يعرفوا ربهم فلم يعرفوا نظام هذه الحياة. لا، بل كان يتصور الموت كإطلالة يطل منها على عالمه الآخر الذي يتوقعه وينتظره ويشتاق إليه، فهو في سعادة إن بقي في الدنيا، وهو في سعادة إن رحل إلى الله سبحانه وتعالى. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: أو الدجال فشر غائب ينتظر، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو ثم قال: أو الدجال. وهذا يرد بالنسبة لمن كان يعيش في آخر الزمن وعند ظهور أشراف الساعة التي ظهرت طائفة منها، ظهرت طائفة منها كما شرحناها في دروس العقيدة. عندئذ ينبغي أن يعلم الإنسان أن من جملة المفاجآت التي تفوت على الإنسان فرصا ذهبية نادرة ظهور الدجال. ومن الدجال؟ يختصر رسول الله الحديث عنه بهذه الكلمة الجامعة: شر غائب ينتظر. إذن الموت ليس شرا منه، شر غائب ينتظر في دار الدنيا هو ظهور الدجال. ومن الدجال؟ الدجال رجل من الناس، كما وقف رسول الله في ذلك في جملة أحاديث صحيحة درسناها وعرضناها وشرحناها في دروس العقيدة، ومن ذلك حديث النواس بن سمعان الطويل، وفيه في هذا الحديث: إنه أي الدجال شاب قطط، أي أجعد الشعر، عينه قاطية، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. ثم قال: وعندئذ ينزل عيسى بن مريم في آخر الحديث عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بمهرمتين، يقطر يدهه ماء فيطلبه، أي يطلب الدجال حتى يدركه عند باب لب فيقتله. والأحاديث في صفة الدجال وعمله وشأنه كثيرة، وقد قلنا إن من أوليات
الإيمان بالله عز وجل وكتبه ورسله واليوم الآخر، أن يؤمن أحدنا بأشراط الساعة التي وردت في أحاديث متواترة، ومن ذلك ظهور الدجال. وأحب هنا أن أنبه إلى أن الدجال كما قال رسول الله رجل وليس رمز، ليس رمزا لحضارة غربية، ليس رمزا لمخترع من المخترعات التي نراها في نطاق المدنية المعاصرة. الدجال ليس كما قال بعض المشعوذين أو المغفلين جهات التلفزيون. الرسول عليه الصلاة هذا تلاعب، هذا اسمه تلاعب بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعبث بكلام النبوة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بفلان عبد العز بن قطن، ويقول إن الحرمين مكة والمدينة محرمان عليه، ويقول إن عيسى بن مريم يطلبه حتى يدركه عند باب لد فيقتله. كيف بعد ذلك يأتي من يتأول هذا الكلام فيقول الدجال عبارة عن الحضارة، الدجال عبارة عن المخترعات، الدجال عبارة عن ما أدري ماذا؟ هذا اسمه تلاعب. وأقول دائما إن إنكار هذا الكلام الذي يقوله رسول الله ربما كان أهون على ذي عقيلة وبصيرة، ذي عقل وبصيرة، من أن نؤمن بالكلام ثم نتلاعب به هذا التلاعب. أهون عليك أن تنكر، لأن هذا كلام إنسان يدجل على نفسه ويدجل على الناس. كلام رسول الله حقيقة، وكلامه في هذا غير قابل للتأويل، لأنه نص محكم قاطع، ولذلك فلا يمكن أن يفسر إلا بمعناه الحقيقي. ثم يقول أي الساعة والساعة أدهى وأمر، إن لم تفاجئ لا بفقر منسل ولا بغنم مطعم ولا بمرض مفسد ولا بهرم مفلس ولا بموت مجهز ولا بالدجال، إذا تنتظر الساعة. وهكذا فالحياة فرص كما قلنا وكما يوضح لنا رسول الله من خلال هذا الحديث. وعلى الإنسان إذا وجد أن الله قد متعه بفرصة أن ينتهزها، وإلا فإن هذه الفرصة تتحول إلى نار كاوية من الندم تجتاح قلبه وتحرق كبده. نسأل الله العفو والعافية، والحمد لله رب العالمين.